السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. حذر خبراء اقتصاديون ومراقبون من توسع نشاط المكاتب الاقتصادية التابعة للميليشيات في محافظة نينوى وازدياد جرائم الفساد والابتزاز في ظل تنصل السلطات الحكومية من مسؤولياتها بإيقاف تلك الأنشطة التي تستحوذ على المشاريع والمناقصات وتفرض الإتاوات على التجار، ما يجبرهم على الهروب من المحافظة أو الاضطرار إلى رفع أسعار السلع المختلفة والخدمات لتكون أزمة جديدة تضاف على أزمة انهيار قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار. وطبعا لفت المراقبون إلى أن الأعمال قد تتم في بعض الأحيان عن طريق وسطاء محليين أو عن طريق شركات مع تثبيت نسب مالية كبيرة من قيمة المشروع المسيطر عليه، مؤكدين أن كل مشروع لا يخضع للعمولات أو لمنهج تقاسم النسب مصيره هو الإهمال أو تعطيله بشكل كامل. ففي غضون ذلك توجهت قوة ميليشياوية تابعة لميليشيا العصائب قادمة من بغداد إلى دائرة إسمنت الشمالية في مدينة الموصل. اقتحمت هذه الميليشيات هذه الدائرة بعد أن أرهبت المواطنين في داخلها، فضلا عن تهديدها لكل من يدخل مناقصة لتجهيز ونقل مليون طن من المواد الأولية وفقا لصحفيين من المدينة. طبعا أكدت المصادر أن القوى الميليشياوية اعتدت بالضرب على أحد المنافسين لهم من أبناء مدينة الموصل داخل دائرة إسمنت الشمالية، كما هددوه بالقتل ومن معه في حال دخولهم لأي مناقصة من هذه المناقصات التي تشارك فيها هذه الميليشيات. دعونا نتابع ما التقطته كاميرات المراقبة من اعتداء من قبل هذه الميليشيات. نبقى مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. في مدينة الموصل كذلك تسببت هيمنة المكاتب الاقتصادية للميليشيات بانقطاع الكهرباء عن 2500 منزل في حي الصديق في المدينة بعد قرار إزالة ثلاث مولدات منصوبة في أرض تعود ملكيتها للدولة عقب توزيعها من قبل هذه المكاتب على بعض المقربين من الميليشيات وتحت مرأى ومسمع الجهات المختصة. وجاء هذا الموضوع متزامنا مع سلسلة الإضرابات الأخيرة للكسبة وأصحاب البسطات في سوق النبي يونس بعد محاولة المكاتب الاقتصادية للميليشيات فرض إتاوات عليهم وتهديدهم بإزالة بسطاتهم ورفعها، وشهد السوق توقفا لحركة التبضع بشكل متكرر احتجاجا على الضغط الممارس عليهم من قبل المكاتب الاقتصادية للميليشيات التي عاثت بمدينة الموصل فسادا. دعونا نشاهد هذه اللقطات. اليوم قضية البسطات كلها عزلت، يريدون منهم 250,000 البسطة الواحدة. هذه البسطات كلها عزلات،
250,000 البسطة إيجارها من الحكومة كلها عزلت. وشوف الماكو ضروا 250,000 كل السوق عزل. دعونا نتابع الآن مشاهدين الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين. أبو أحمد يقول: حركات تثير الشبهات، كيف رسم العقد على المستثمر بدون إعلان بواسطة الصحف وتاريخ ومكان العقد؟ محمود يقول: خطية الجماعة، شلون يطلعون مصرف الانتخابات؟ تمام؟ طيب، أحمد يقول: مثل سوق موصل الجديدة نفس الطريقة من قبل بعض الجهات، يقول إنه نفس المشكلة موجودة في سوق الموصل الجديدة. هناك تعليق من أبو مصطفى يقول: دولة يقودها السراق وقطاع الطرق، ماذا تنتظر منها؟ خلونا نستمع مشاهدينا الكرام إلى رأي السيد صباح من بغداد بشأن هذا الموضوع. سيد صباح حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام. بقناتكم الكريمة. أهلا وسهلا. طبعا يعني هاي مو جديدة علينا هاي المعلومات والتقارير وغيرها، وكل أهل الموصل يعرفون أن المكاتب الاقتصادية اللي تابعة إلى هيئة الحشد الميليشياوي هي تعد فسادا بكل مناطق اللي يسموها مناطق محررة. احنا نسأل هنا المحافظ اللي يستعرض أمامنا وينزل مقاطع يحاسب بها الناس، أو القضاء الموجود في الموصل أو مجلس المحافظة أو شيوخ العشائر والسياسيين وياهم سياسي السنة مع الأسف اللي يمثلون هاي المحافظة، وينهم هم من هذا الانتهاكات اللي يقوم بها الميليشيات؟ هم شركاء، الكل شركاء، والدليل على سكوتهم وما حد يقدر يتكلم بأي ملف. هي مو بس هاي الأراضي أو المولدات، يعني الهيمنة على كل فواصل البنى التحتية في الموصل والمناطق المحررة. بعد الإرهاب داعش خرج من المحافظات السنية، وجود المقرات والميليشيات في الموصل والأنبار وصلاح الدين والديالة وحزام بغداد على شنو بقى؟ بقى بس مجرد أنهم يأخذون العتاوات والخاوات من الناس الأبرياء. خرج إرهاب، خرج إرهاب ودخل إرهاب جديد. هو ما اللي يصير، اللي يصير اليوم من إرهاب الناس وتخويفهم وتهديدهم هذا إرهاب، يعني الحشد إرهابي. خلينا نسمي الأسماء بمسمياتها، وكافي ضحك على الناس، لأنه صراحة موضوع أنه الحشد المقدس وما مقدس، هذه ميليشيات إرهابية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ما لها أي مجاملة القضية. أستاذ محمد، هم يقولون إحنا مقاومة وغير هاي المكاتب الاقتصادية أو الحشد أو الميليشيات الحشد مثل ما تفضلت، إرهابية. الإرهابية ليش هسه ما يقاومون الأمريكان وتواجدهم بالعراق؟ أنتم مو مقاومة، ليش ملتهين فقط على الاقتصاد المحافظات هاي وتتخربون؟ أي مقاول يريد يجي يعمل فد مشروع يستلمه من المحافظة يطلعوا لهم نفسهم. طيب يعني أنا بس عندي سؤال، لأن حيطلعون هسه ما شاء الله الأنصار ممكن يخابرون فد شوية أو ينزلون بالتعليقات سب وشتائم وكذا، إحنا اللي حررناكم، إحنا اللي حمينا أعراضكم، لولا الحشد لا أكل داعش العراق. طيب سؤال، وينكم عن الفاسدين؟ وينكم عن المخدرات اللي انتشرت في العراق ومافيات المخدرات اللي بكل مكان اليوم موجودة؟ وينكم إذا أنتم فعلا المقاومة وفعلا اللي تحمون الناس وأرزاقهم؟ وينكم عن هذه المكاتب الاقتصادية وهذا التهديد للناس، يا أما تدفع أو نكتلك، تمام؟ أو ما تدخل ويانا بأي مناقصة فيها مصلحة لنا أو فيها رزق لنا. وينكم عن الفساد اللي موجود في دوائر الدولة؟ ليش ماذا تحمون المرضى العراقيين اللي ديعانون في المستشفيات؟ ليش هي المقاومة أو هي حماية البلد بس من الخطر المسلح؟ طيب وينكم عن الخطر الآخر الموجود اليوم اللي ديعيش به المواطن العراقي كل يوم؟ أستاذ محمد، هاي المكاتب الاقتصادية اللي تابعة إلى هيئة الحشد الإرهابي هي هسه يعني تقلها وعبئها على المواطن العراقي أكبر من عبء اللي صار الإرهاب بحد ذاته. فإحنا صمت الحكومة الموجود، يعني الحكومة ما حد يحاسبون أي جهة من هاي الجهات اللي وراها عصائب وسرايا سلام والنجباء وغير هاي التسميات الإرهابية. يعني مجلس المحافظة ليش ما تحاسبوهم؟ ليش ما تقدمون هاي ملفات الفساد للقضاء العراقي؟ ما حد جاي يتحاسب، جاي نشوف كل هاي الانتهاكات والمشاريع اللي معطليها والمشاريع اللي جاي وهمية وغيرها، هي بعلم وبشراف هيئة الحشد الميليشياوي.
فالصمت هذا يدل على انهم جاي شلون كعكه مثل ما تفضلت حنان الفتلاوي وجاي يتقاسموها. نعم. جاي يتقاسموها سواء يعني المحافظه او مجلس المحافظه. اشكرك سيد صباح من بغداد، شكرا جزيلا لحضرتك للمشاركه. خلونا نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقه. ننتقل الى موضوع اخر. شددت مراصد حقوقية وإنسانية على ضرورة الاهتمام بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة ورفع مرتباتهم الضعيفة التي يتقاضونها وسط غلاء المعيشة والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعانيها أغلب العائلات العراقية، فضلا عن المعاناة خلال استحصال رواتب الرعاية والقروض المالية. وتظاهر عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة في البصرة أمام مكتب مجلس النواب وسط المحافظة للمطالبة بتعديل قانون هيئة ذوي الإعاقة وإنصافهم، وطالب المتظاهرون بإعادة النظر في القوانين الخاصة بهم وسن قوانين تضمن حقوقهم وتقدم لهم الرعاية الصحية والمنح المالية، مؤكدين أنهم يعانون إهمالا كبيرا من قبل وزارة العمل ويتقاضون أضعف الرواتب ولا يستطيعون العمل. وشددوا على ضرورة تفعيل المادة 38 الخاصة بقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. هذا وناشدت والدة أحد ذوي الاحتياجات الخاصة الحكومة للنظر إليها ولحالتها بعد أن تساءلت في صرخة غاضبة: كيف يمكنني توفير متطلبات العلاج لابني براتب لا يتجاوز 130,000 دينار عراقي شهريا؟ دعونا نشاهد. الله أكبر، خلينا نتعزى حتى سوف أصار بين ابن المرضى 130، وين أودي 130 للي حكومة. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى مقطع آخر ضمن نفس الموضوع. تزامنت التظاهرات في البصرة مع وقفة احتجاجية لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة الناصرية أمام مكتب مجلس النواب للمطالبة بشمول الصم والبكم براتب معين، ورفع المحتجون شعارات طالبوا فيها بفصل هيئة الإعاقة عن وزارة العمل وإنشاء دار إيواء لشديدي الإعاقة ومقاعد دراسية مجانية لذوي الاحتياجات الخاصة. واستغرب نشطاء في الناصرية من صمت الحكومة ومجلس النواب من المناشدات المتكررة لذوي الاحتياجات الخاصة والذين بلغت أعدادهم نحو 5 ملايين شخص في العراق، لا يستطيع معظمهم العمل في وقت يتقاضون فيه أضعف الرواتب ويعانون من إهمال وزارة العمل. دعونا نشاهد. مقادير مكتب مجلس النواب 19 نائب موجود، محافظ موجود، مسؤولين موجود، مستنكبون بدون، وهاي الطبقه المهمشه اللي تقول 125 دينار، وانت ابنك يصل على البقعه ياخذ 200 دينار بالسوق عصريه. هاي رساله من محمد الشماح السوداني ولا وزير عمل احمد الاسدي والى كل مسؤول شريف، ولو احنا فقدنا العمل ما شرفنا، ولكن عسى رب العالمين يسمعونه من المحيط يدعى قبل المظاهرات وبالسلطان بعيد عن بعلاجه مظاهرات، وانتم تلعبون علي راتب الا كل خير. هاي رساله من الحكومه، لبوا مطالب الناس القاعده، يعني احد الاخوان قال انا بدي ايجارات 120، احد الاخوان قال اخذ علاج ب 60,000، معيب هذا شو يقدر يشتغل؟ تعالي تقدر تشوف عمي شو يشتغل هذا؟ انت طيب 120 تعال عمي هذا يقدر يشتغل؟ الله هذا يقدر يشتغل؟ لا حكومه الاسلام انت تدعون الدين، هذا معوق، هذا مريض، هذا بمرض ما يقدر يشتغل. يا حكومه يا نواب هلا على هالطبقه. دعونا نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين. أحمد يقول: والله عيب على الحكومة تحارب حتى المعوق، إش قد رخيصة حكومتنا اللا رشيدة وغيرة ماكو براسكم. أبو زينب يقول: حكم المرتزقة وعبيد الجارة ورعاة الغرب. ثائر يقول: واجب ديني وأخلاقي أن نساند طبقة ذوي الإعاقة لأنهم طبقة مهمشة وخيرات العراق بيد الفاسدين. تعليق من علي يقول: فئة مظلومة من قبل الحكومة، نرجو من الجميع الوقوف مع أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة، إلى ملف الزراعة.
طبعا تتعدد أسباب انحسار الزراعة في العراق في ظل ضعف منسوب مياه الري الذي أدى إلى تصحر التربة، ويعاني القطاع الزراعي في محافظة البصرة من قلة السيولة والتخصيصات المالية التي أثرت بصورة مباشرة على الأراضي وحقول الزراعة والبساتين من حيث التجريف والتصحر وارتفاع التراكيز الملحية، ما أدى إلى عزوف أغلب الفلاحين عن تطوير أراضيهم الزراعية، كما أن استيراد الخضروات والفواكه في مواسم الحصاد أسهم في هبوط أسعار المنتجات المحلية وخسارة المزارعين، فضلا عن قلة الدعم الحكومي، كما يؤكد ذلك أحد الفلاحين الذين حملوا الحكومة مسؤولية تدهور الزراعة بعد أن وصل الحال بهم إلى شراء السماد المدعوم حكوميا من الأسواق السوداء بأسعار مرتفعة بعد أن كان من المفترض أن يستلموه بسعر مدعوم من الدولة. دعونا نستمع. يعني كأنما ماكو هنا شيء اسمه زراعة بالبصرة، نهاوا عليها، قضوا عليها نهائيا. يعني تفضل هاي الدولة، اقرا هنا هذه سماد يوريا كيماوي اللي احنا نستعمله، صنع عراقي، شوفه هاي الدولة دعمتنا به، نشتري ب 50,000 من السوق. ب 50,000؟ اي والله، شنو مصنع هنا عندك بالبصرة يبيع لك الكيس ب 50,000، شوفه هذه هاي كيس كامل، يعني تاخذ من عندك وسائل. يعني هنا أغلبية الفلاحين اللي بالبصرة تركوا الزرع نهائيا. يعني الفلاح من شنو؟ لاكو يعني دعم من ناحية الأسمدة، لاكو دعم من ناحية البذور، يعني كله على حساب الفلاح. وفوق هذا الضيم كله يعني يجيك الحكومة العراقية هنا، مثل كنت تشتري لك غاز أو جي، حتى الغاز منعدت عنك هنا، بحيث ما تريدك تزرع نهائيا بالبصرة. يعني شنو الوضع؟ شنو الحل هنا بالبصرة؟ وما أدري، يعني إحنا الناشد أسد عيدان، يعني خلي تفلنا، هي مو بس شغلة تعمير و أرصفة وشوارع، خلي يخلون حلول للفلاح حتى يقدر يزرع، حتى يقدر يستثمر. انتم ليش كل استيراد وبعدين قلت والله الفلاح ما يزرع؟ انت ما مقدم دعم حتى الفلاح يقدر يزرع، حتى يقدر يشوف طريقة، حتى يعني يقدر يستثمر في هالبلد، ما جاي تكون فرصة. نبقى مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر من البصرة إلى النجف، حيث نظم مزارعو المحافظة تظاهرة كبيرة للمطالبة بتعويضهم بعد منعهم من زراعة محصول الشلب هذا العام، فضلا عن مطالبتهم بصرف مستحقاتهم المتأخرة من تسويق المحصول للخطة الزراعية للعام الماضي. وتظاهر عشرات الفلاحين عند مفرق غماس المؤدي إلى محافظة القادسية للمطالبة بتعويضهم. هذا وأضافت المصادر أن المحتجين من الفلاحين حملوا أدواتهم الزراعية في إشارة إلى احتمالية تصعيد موقفهم الغاضب إذا لم تستجب الجهات الحكومية لمطالبهم. دعونا نشاهد. إلى مكتب رئيس الوزراء مطالب متظاهرين محافظات النجف الأشرف والديوانية والمثنى. أولاً إطلاق تعويضات الشلب لعام 22 المتأخرة في وزارة المالية، وإدراج تعويضات عام 23 ضمن الموازنة، والسبب هو منع الفلاحين من الزراعة. 2 إطلاق تعويضات السيول والأمطار لعام 2018-19 والمدرجة ضمن الموازنة. إطفاء ديون الكهرباء المتراكمة على المضخات الزراعية. زيادة أسعار المحاصيل الزراعية وخاصة الحنطة، وعدم التلاعب بها من قبل الحكومة. عدم رفع الدعم الحكومة عن الأسمدة الكيماوية. إطفاء القروض الخاصة بالمزارعين من 50 مليون فما دون. تخفيض أسعار المنتجات الزراعية. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر، لكن نبقى في محافظة النجف. فعلى الرغم من وفرة المحاصيل الزراعية في الأسواق، ما زالت المحاصيل الإيرانية تنافسها وتفرض نفسها وبقوة، ما تسبب بخسائر جسيمة للفلاحين من دون أي تحرك حكومي في هذا الإطار، رغم تعهدات سابقة للحكومة بهذا الشأن. ويشكو مزارعون في محافظات جنوب العراق من إغراق السوق بالمحاصيل المستوردة من إيران على حساب المحاصيل العراقية في موسم حصادها ووفرتها في السوق المحلية، معبرين عن غضبهم من عجز الحكومة عن حماية المنتج المحلي والتشجيع على الإنتاج. ومن بين أبرز المحاصيل التي يشتهر بها العراق وتتوفر في السوق العراقية في هذه الأيام هو محصول الخيار، لكن الأسواق العراقية تعاني حاليا من كساد المحصول المحلي بفعل منافسه ونظيره الإيراني، حيث اشتكى فلاحون في علوة الحيدرية بمحافظة النجف من صعوبة تسويق محصولهم من الخيار منذ أيام، بالرغم من بيعه بسعر رخيص وصل ل50 دينار عراقي للكيلوغرام الواحد. دعونا نشاهد.
اما حكومتنا تعال الحيدريه هنا الخيار ما حد يشتري لي شنو اللي نبني. صار لنا 3 ايام مصور العلوه الله شاهد صورها دام كذبين. صور ب 50 دينار الخيار 50 دينار عمي. تعال شوف الخيار هذا تعال ايش بيه هذا الخيار عمي. هذا 20 كيلو ب 2000 دينار وما يمشي. 20 كيلو ب 2000 دينار وما يمشي. شوف شنو ذنبنا تعرفه ما يشتري المسوق يقول ايراني. صور العلو الله شاهد ما يمشي الزرع ما يمشي. تسوق واحد بالعلو واحد شوف شوف يقول كله ايراني. شوف كله ايراني الخيار طيب. مستورد ايراني عبونا بكياسه قال مال بنجوين الله كل مستورد ما كله مستورد ايراني وكويتي. خيار كويتي شو يسوون به؟ خيار النجف هذا ترى جوله افتح سارع افتح عباس افتح عم الفلاني افتح ايش فيه هذا الخيار؟ افتح ايش فيه الخيار هذا؟ ايش فيه هذا؟ 100 دينار؟ دعونا نتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. كريم يقول في العراق على مدار 20 سنة الفلاح مهمش. نسمة تقول حسبنا الله ونعم الوكيل الله ينتقم من الحكومة العراقية الفاسدة. تعليق من ربيع يقول حكومة جاي تحارب الفقير وتدمر المنتج الوطني حسبي الله ونعم الوكيل عليكم يا فاسدين. وتعليق عندنا من ماهر يقول إن لله وإنا إليه راجعون والله حرب على الفلاح. خلونا نسمع رأي السيد أبو علي من لندن. تفضل يا أبو علي حياك الله. الله يحييكم. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي أستاذ محمد العراق مو مهمش بس 20 سنة دولة إذا يبقون حتى 1000 سنة يبقى العراق مهمش. نعم. عبد الحسين عطان سنة 2010 كان نائب المحافظ أو 2008-2010 نائب المحافظ المحافظ النجف أبو قلل يسموه. دول الفلاحين راحوا علي قالوا له عمي ادعمنا بالسمنت ادعمنا بالحصاد ادعمنا بالقمح ادعمنا نريد نزرع نريد نزرع احنا. قال لهم أتب إيش قد يكلفكم مثلا الطماطة والكذا. قالوا له مثلا سعر. قال لهم خوب نروح نجيب من إيران. نعم. قال هي هاي هيك تنحسب يعني هو هيك ينحسب من فلاح من يزرع الارض مالته مو راح يشغل الاف العوائل. صحيح. راح تعيش على هذا الشيء. حيوفر على الدوله حيوفر على الدوله يا ابو علي. نعم. كم مليون نعم. وكم مليار حتى توفر على الدوله نظير الاستيراد. ما يعرفون دوله اخي ما يعرفون دوله. دوله مو مال دوله عمي. دوله رجال لصوص. دوله جايين لصوص حراميه الايران. نعم. ما عندهم دوله. ما يعرفون دوله. يا دولة شو معرفهم دولة فضل هذا يعني كل يوم أول أمس نعم. طلع خطاب شو اسمه هذا السوداني زين يقول نبشر الشعب العراقي نجحت زيارة الأربعين وإنجازات بزيارة الأربعين. نعم. شنو إنجازات نعم. بزيارة الأربعين يعني أنا بس حقيقة بس خلينا بموضوع الزراعة لأنه قمة بالقهر والله أنه نسمع 20 كيلو خيار من العلوة بالنجف ب2000 دينار عراقي يعني دولار وشويه يا جماعه دولار وشويه 20 كيلو يعني شنو من حرب شنو من حرب شانتها هاي الاحزاب على الزراعه بالعراق على الفلاح. اخي الكريم مو بس على الزراعه على الصناعه على الطيب على التعليم على الكهرباء. يعني دول جايين لدمار العراق جايين بامره ايران واتفاقا مع امريكا واسرائيل وبريطانيا وحتى اوروبا. ما على الشعب العراقي ان تقوم عمي قوم انهض طب للخضراء وخلص نفسك من هاي الميليشيات والعصابات في الخضراء. ما يطلعون عمي ما تطلع لي تصفقني وتقمزني يقول لك مثل ما سمعت من يبدا موسم الحصاد مالتنا تنفتح الابواب على مصراعيها للاستيراد وبشده حتى يغرق السوق بالمستورد الارخص من المنتج المحلي حتى يضرب السوق. يعني فد ملعوب مترتب له بشكل احترافي متعمد. نعم. متعمد يعني. نعم. اشكرك سيد ابو علي من لندن شكرا جزيلا لحضرتك. نتمنى بس النايم يصحى اللي نايم بعده بالعراق اليوم يصحى من الغيبوبة اللي هو عايش بيها او اللي عايشتها بيها هذه الأحزاب ومحطاتها الفضائية وقنواتها.
يا جماعة حرب حرب. يعني هذا الكلام خطير والله. 20 كيلو خيار ب 2000 دينار تمام، يعني بلاش البلاش تمام، لكن ما يقدرون يوزعوه ما يقدرون يسوقوه لأن أكو منافس أرخص وأكو منافس تدعم هذه الأحزاب وتدعم هذه الحكومات الاستيراد، وبالتالي تضرب الزراعة المحلية ويضرب المنتج الوطني. يعني حرب حتى يدمرون الزراعة بالعراق، وطبعا الصناعة ميتة الله يرحمها. طيب ننتقل إلى موضوع آخر. نأتي إلى موضوع ثاني مشاهدينا الكرام. يشهد العراق انتعاش ظواهر تجارية جديدة. هذه الظواهر التجارية ما هي؟ طبعا فرضها الوضع الأمني المتردي وظهرت، لكنها ظهرت بقوة، منها عملية توصيل البضائع أو ما يعرف محليا بالدليفري. ظهرت هذه الوظائف في مختلف مدن وأنحاء العاصمة العراقية بغداد وفي محافظات أخرى وفي مجالات تجارية وخدمية عدة، بعد استثمار تطبيقات التوصيل لخلق فرص عمل جديدة للشباب. مع حداثة هذه المهنة وهذه التجربة، إلا أنها لم تكن بمنأى عن المضايقات الحكومية بعد أن فرضت وزارة الداخلية الحالية سلسلة إجراءات قاسية على أصحاب هذه المهنة، إذ منحت مديرية المرور العامة في وزارة الداخلية قبل أيام المركبات ذات المحورين والثلاثة محاور كالدراجات النارية والتوك توك والستوتة التي لا تحمل أوراقا ثبوتية، منحتهم 90 يوما لتسجيلها في المواقع المخصصة تمام؟ لكن عدد من سائقي توصيل الطلبات تفاجأوا فيما بعد من فرض غرامات مالية وصلت إلى 50,000 دينار عراقي ومصادرة دراجاتهم خلال عملهم من أجل إعالة عائلاتهم، وذلك خلال فترة المهلة المحددة التي لم تنتهي بعد، فضلا عن شمول هذه الغرامات السائقين ممن سجلوا دراجاتهم رسميا. يعني حتى اللي سجل لم يسلم. دعونا نشاهد. هاي السبب الجادرية 50,000. نعم ولد هم هذا خطية عدى رقم. تحسب مرة يقرأت مرة هذا عدى رقم وعدى كتاب عمليات بغداد وعدى سنوية وإجازة والاسمو. ليش؟ ها؟ هذا ما يدري. انت ليش اللي سمت؟ والله انا مصعد وراي واحد يقول ممنوع. ايه؟ كل اثنين دراجة ممنوع. هذا في الولد خطية ما يدري، صار له شهرين من جاي من تركيا. اي والله. مقيم في تركيا. 50,000 كلها بعد بيت. ما عدا الغداء. الغداء. خيوك. ننتقل إلى مقطع آخر مشاهدينا الكرام. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية مقطعا لعامل في طلبات التوصيل اشتكى من حجز دراجته من قبل دورية قاطع نجدة الحرية في العاصمة بغداد. هذه الدورية ساومته على دفع مبلغ مالي من أجل أن تعيد له الدراجة. دعونا نشاهد. احنا هسه بقاطع نجدة الحرية حجزنا ابو دوريه يا راس الوزراء يا محمد السوداني يا اي مسؤول يسمع صوتي خوش، انحجزنا بقاطع الحريه ساومنا على فلوس وجمعنا له، وبسبب انه شخص واحد من عندنا دار وجهه وراح تمام، دار وجهه وراح هذا الشخص عم علينا كلنا، انحجزنا كلنا ما عندنا اشكال، اجراء دوله تمام، اجراء دوله. هسه يابا بس اريد اعطيك صوره الدراج. يلا سوي هاي قاطع مال الدورية والله العظيم حجزونه. النجدة رقم النجدة 7645 رقمها، صاعدين بها 3 نفرات من النجدة، سامونا على فلوس ومن شخص واحد من عندنا دار وجهه وراح، انحجزنا تمام، انحجزنا ما عندنا اشكال ما عندنا اشكال. زين زين هسه يا من طق صور الدراجاتنا الشركه تبطلنا. شركه تريدنا احنا تبطلنا دامج صور الدراجات. لا ممنوع امشي. ليش؟ داعش اني شنو اني؟ انا ارجع ليش بالحلال؟ ليش تخلوني الجا للحرام؟ ليش تردون اعيش بالحرام؟ يا راس الوزراء شوفوا النحل شوفوا النحل. خلونا نشوف التعليقات مشاهدينا الكرام. حمزة يقول: نعم حكومات فاسدة ومفسدة وهدفها أن تجعل من الجميع فاسدين ويعيشون بمال حرام لكي يكون الشعب حالة من حالهم الفاسد. علي يقول: هاي حكومة الأحزاب تريد الشعب يبوق ويقتل وينهب
يحرفون الناس عن طريق الصواب. سجاد يقول: الله لا يوفق كل واحد ما يسهل أمر الناس الفقراء أمثال الدليفري وأهل القوت اليومي. تعليق من أحمد يقول: مع الأسف والله الشباب هيك تنذل، حسبنا الله ونعم الوكيل. خلونا نسمع رأي السيد محمد من أمريكا. تفضل يا محمد، حياك الله. ألو، السلام عليكم أخوي أستاذ محمد. وعليكم السلام. رافدين البطل، حياك الله. أستاذي العزيز، هم جاي يحاربون العراق الشريف اللي يشتغل بشرف. نعم. يريدون واحد يشتغل بشرف. نعم. يريدون واحد مجرم مثلهم. صحيح. قاتل يهرب مخدرات مثل جماعتهم. نعم. مثل الحشد وغير الحشد، جيش المهدي، ذولا خنازير المهدي إن شاء الله لا لقاهم المهدي. ذولا ما يريدون واحد يشتغل بشرف، يريدون قتل وتسليب تهريب مخدرات. ما يريدون عمي مو حكومة، ذولا يشتغلون صالح إيران قسما بالله لإيران ليس للعراق. ذولا غيره ما عندهم حيشاك، حتى على أعراضهم ما عندهم غير قسما بالله. هم عمي من 2003 تدمير العراق، لا زراعة لا صناعة، حتى المعاق ما خلص من عندهم قسما بالله. احنا عندنا هنا من جماعتهم دولة، جماعة محازم قسما بالله. تكرم يروح للدكتور يقول على نفسه حتى يعطونه راتب تقاعد قسما بالله. من جماعتهم، هم من جماعة هاي الأحزاب القذرة تابعة لإيران. طيب. هم هنا عندهم جماعتهم. أشكرك. نعم، شكرا جزيلا محمد من أمريكا. خلونا نسمع رأي السيد أبو علي من بغداد. تفضل يا أبو علي. السلام عليكم استاذ علي. استاذ وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. شلون صحه شوكم؟ اهلا وسهلا ابو علي. الله يسلمك، شوكم؟ الله يخليك. تفضل. تفضل ابو علي. والله استاذ محمد، بالنسبه للفلاح العراقي، الفلاح مع الاسف يعني يستغلون اكو مواد ما موجوده، يعني تقل يغلون الماده، يعني يرفعون السعر. تمام. يعني رفعوها يعني الأدنى ذاك اليوم، مرة صار سحب الطماطم 3000 دينار. نعم. والله العظيم. فالفلاح يعني مع الأسف يعني خلون الدولة اللي تستورد في سبيل أنه يحافظون على السعر مال المواد. طيب طيب هاي الطماطم باقي المنتجات. وذاك اليوم الخيار قبل فترة شوية صار سحبها، الخيار صار بالفونص. والله العظيم بيش صار خير من الله. بيش صار قبل حسب 500 كيلو. سمعت هذا الفلاح اللي من بس اسمعني سمعت الفلاح من النجف ايش قال؟ 20 كيلو. ايه؟ 20 كيلو ب 2000 دينار. ايه 20 كيلو. هو هذا موسم هسه اسمعني 20 كيلو ب 2000 دينار. ايه؟ وما يقدر يبيعهن. ليش؟ لان الايراني ترس السوق. هذا عيب. ايه؟ الفلاح اسمعني عيب الفلاح، لو عيب الفلاح، لو عيب الحكومه. الشمال هذا هسه عندنا ماكو، هذا يزرعوا بالشمال مو جاي. عيب الفلاح لو عيب الحكومه هذا يعني. بس سؤالي. اي هو استاذ العزيز، هو قلت لك يعني هي الحكومه ليش يعني ما توفر يعني سماد؟ ليش ما توفر المواد اللي تعين الفلاح على القضاء على الافات وغيرها؟ تسرح الفلاح. صحيح تسرح الفلاح استاذ محمد. ها تسرح الفلاح يا هذا بعد اذا ما تمام. ليش انت تتهم الفلاح اليوم انه هو السبب اللي بغلاء الاسعار، وهو اللي ديت نمرد على مود الحكومه تروح تستورد؟ استاذ ما يطول طبعا في احتياج يشتري تجاره فتستغل المواد يغلوها عليه. يعني انت شفت هذا اللي شفت الفلاح من البصره قبل شويه المقطع ايش قال لك؟ قال لك المفروض السماد الدوله تنطينا اياه، السماد دينباع بالسوق السوداء. دي يروح يشتري السماد اللي المفروض ياخذ من الدوله ببلاش او بسعر رمزي، يروح يشتريه ب 50,000. يعني اكو حراميه بالدوله. اي طبعا هو احتياج، هذا البوك هذا لا تحكي بيه اصلا، هذا عادي مال انه ياخذ واحد. يعني معناها ابو علي، معناها لا تظلم الفلاح العراقي اللي يريد يوفر لك الك ولعائلتك ولكل مواطن عراقي تاكل من منتجك الوطني، بدل ما انت عايش على الايراني وعايش على التركي وعايش على ما ادري شنو، اكل من ارضك، انت بلد زراعي. ليش تحمل الفلاح المسؤوليه يا اخي؟ اي استاذ تدري شنو هو؟ طبعا هو يعني هو تاكو احلى من الفاكهه العراقيه استاذ، ما اكو احلى من عندها، يعني وفيد من عندها. يعني ليش ماكو دعم لعد؟ ليش الصناعه عندنا المصانع مغلقه؟ ليش الزراعه اليوم بدها تتحارب؟ من المسؤول يا ابو علي؟ استاذ محمد والله هذا قلت لك، هذا الاستيراد العشوائي من المسؤول؟ والله العظيم يا استاذ محمد والله هذا الاستيراد العشوائي ماكو، يعني دمر لنا الدمار كامل.
يعني شو تسوي يعني؟ يعني هاي يقول لك يعني فتحت الحدود وقاموا يجيبون منها بوادب يعني اشكال وانواع، بس شو تسوي يعني؟ هي بعد هاي حال واقع حال هاي، شو تسوي العاب؟ شو تسوي؟ وانا اشكرك استاذ محمد. سيد ابو علي يعني اشكرك شكرا جزيلا صراحه، شكرا جزيلا لك، بس اريدك تعيد النظر باللي تفضلت به بخصوص وضع الفلاح، وان هو اللي ديتنمرد وهو اللي ديشوف هو اللي ديرفع الاسعار واللي ديأثر على الحكومه بالشكل السلبي، اللي يدفعها او على الدوله يدفعها للشراء من برا. طبعا هذا الكلام حقيقه كلام مو منطقي اصلا. سيد ابو علي، اليوم الفلاح العراقي اللي بقوا من الفلاحين دي قاتلون حتى لا تندثر هاي المهنه، دي قاتلون حتى يحافظون على السمة الاصليه لبلاد ما بين النهرين اللي هي الزراعه. تمام، احنا بلد زراعي ده نستورد كل شيء. يعني انا حقيقه يصدمني يقول نستورد من الكويت، يعني معقول نستورد من الكويت احنا خيار؟ يعني نشتري بضائع زراعيه او منتجات زراعيه من الكويت؟ يعني ماذا افتهم؟ شلون وصلوا العراق الى هذه الدرجه المتدنيه والمترديه انه احنا ده نشتري من كل الدول البضائع اللي نحتاجها، في حين احنا عندنا الامكانيات الكامله والكافيه انه احنا نصدر لهم مو نشتري من عندهم. طيب نسمع سريعا ابو علي من مين؟ من وين السيد ابو علي؟ من الديوانيه، تفضل يا ابو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المرشحين بدوا يعلقون أصواتهم على الانتخابات. نعم. وبدوا يستعينون بالناس. أقول لهم أنتم مش خلفتوا يلا تستعينون هسا. مش خلفتوا بقلوب الناس. يعني نفس النموذجات الوجوه تجونا بيها. والله أنا أقول لهم أيسوا من الجنوب، الجنوب ما ينتخبكم بعد. ومو بس جربناكم، ضقنا مركم همات، ضقنا مركم مو بس جربناكم. أنتم المرشحين للأحزاب، التيار والإطار، نفس الوجه ونفس الحملة مال صدام. حملة صدام مكتوبة مكتوب، والحملة الثانية الإطار والتيار. نفس هيكم طيحتوا حظنا. ما يفيدكم هذا، كله ما يفيدهم. أنا أشكرك سيد أبو علي من الديوانية، شكرا جزيلا للمشاركة. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر، وهو فقرة الإنفوغرافيك لدينا في هذه الحلقة. طبعا أثار قرار السلطات الحكومية تحويل أجزاء من جرف الصخر إلى طريق مختصر بين بغداد وكربلاء خلال مراسم إحياء الزيارة الأربعينية مؤخرا أثار الكثير من علامات الاستفهام، لا سيما أن أهالي جرف الصخر لا يزالون مهجرين منذ نحو عقد كامل عقب سيطرة الميليشيات الولائية على الناحية. وبينما تدفع الميليشيات الولائية في ميليشيا الحشد إلى تغيير شكل الناحية وطمس تاريخها وفتح معسكرات فيها بإدارة الحرس الثوري الإيراني، ما زال المهجرون من هذه الناحية يعيشون في خيم بالية غير صالحة للعيش في مخيمات في محافظة الأنبار وغيرها. طبعا المزيد من التفاصيل بشأن ناحية جرف الصخر وتحولها إلى محمية إيرانية بعد سلبها من أهلها في سياق الانفوغرافيك الذي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية. دعونا نشاهد. لا تتمكن أي قوة عسكرية رسمية تابعة لوزارة الدفاع أو تابعة لوزارة الداخلية أو تابعة لأي جهة من الدخول إلى جرف الصخر. الشاعر السوداني
يسوي لي حال ما عدة أوراق وأرساني بمخيم بزيبز أنا وأولادي بالشارع، وجيت من السياحية قفلوها وما ظل حقيها جابوني على بزيبز أرساني بالشارع وما عندي لا كرفانات لا عندي خيام. ما عندي مساعدات ما تجينا والحركة كان مي ما عندنا. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة الهاشتاج. أثارت تصريحات وكيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي حيدر عبد ضهد في معرض ومؤتمر العراق للتعليم، أثارت موجة غضب بين الأوساط الأكاديمية وطلبة الدراسات العليا. أكد وكيل الوزير وجود توجيهات لوزير التعليم العالي الحالي والذي ينتمي إلى ميليشيا العصائب من أجل العمل على تحقيق شراكة مع الجامعات والكليات الأهلية لإطلاق برنامج دراسات عليا في الجامعات الأهلية بمستوى أرصن وأعلى من الجامعات الحكومية عبر الجمع بين ميزات الجامعة الحكومية والجامعة الأهلية. واستنكر طلبة الدراسات العليا هذا التوجه في خصخصة التعليم وعدوه خطوة نحو إلغاء مجانية التعليم، فضلا عن ضرب رصانته متمثلا بالجامعات الحكومية التي خرجت خيرة العلماء والطلبة على مدار عقود. طبعا جاءت هذه التصريحات متزامنة مع اتهامات لوزارة التعليم العالي بالاستحواذ على مقاعد الدراسات العليا وتخصيصها لغير مستحقيها ممن ترقنت قيودهم أو فشلوا دراسيا وبذرائع مختلفة كي يكونوا من أقرباء الشهداء أو ممن لديهم سجين سياسي. وتصدر وسم الوزير يهدم الدراسات ترند منصة إكس بعد تفاعل طلاب الدراسات العليا على هذا الوسم الذي اخترنا لحضراتكم بعض التعليقات بشأنه. مروان يقول: ما هذه الرصانة التي تتكلمون عنها؟ كيف لوكيل وزارة التعليم العالي أن يهين جامعاتنا الرصينة؟ ويذكر أن الجامعات الأهلية ستكون أرصن. هل جامعة المستنصرية أم جامعة بغداد أم الجامعة التكنولوجية أم غيرها غير رصينة؟ تعليق لدينا من شهد تقول: الوكيل يذكر بأن الدراسات العليا ستفتتح في الجامعات الأهلية وهي أفضل من الجامعات الحكومية، فهذه إدانة لنفسه، فعليه الاستقالة هو والكادر المتقدم لأنهم فشلوا بإدارة هذه الجامعات. وإذا كان كلامه خطأ فعليه الاستقالة أيضا لأن مكانته لا تسمح له بهذا الكلام اللامسؤول. محمد يقول: لن نسكت عن الظلم ولن نرضى بإلغاء مجانية التعليم في العراق، فالمواطن العراقي الفقير كيف يتعلم؟ هل وزارة التعليم تشجع على زيادة الجهل في العراق؟ نوران تقول: الوزارة المفروض تدعم طلاب الدراسات العليا وتحاول توفر كل متطلبات البحث، مو تحطم أحلامهم وتهمش حقوقهم. وبهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.